نجم كبير في الساحة الإفريقية والعربية والمصرية، لما له من تاريخ كبير وأياد بيضاء على العديد من الاتحادات الرياضية. إنه اللواء أحمد ناصر، مؤسس ورئيس الاتحاد المصري والعربي والإفريقي للترايثلون، وعضو مجلس إدارة الاتحاد الدولي واتحاد الفرنكفون، ورئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية الرياضية الأكسا. بدأ ارتباطه بالرياضة مع الخماسي الحديث، حقق العديد من البطولات ومثل مصر في العديد من المحافل الرياضية الكبرى. وبعد مسيرة حافلة من الانتصارات والنجاحات، اتجه للعمل الإداري حتى تقلد منصب رئيس العديد من الاتحادات الرياضية، وكان سبباً رئيسياً في تأسيس العديد من الاتحادات الأخرى، كان آخرها رياضة الترايثلون، وقدم لمصر العديد من الأبطال في المحافل القارية والعالمية. يمتلك أحمد ناصر سجلاً عسكرياً رائعاً، حيث كان أحد أفراد القوات المسلحة المصرية التي تسر من أجل حماية الوطن الغالي والدفاع عن كل شبر فيه. ونظراً لأخلاقه الرفيعة ونجاحاته الكثيرة، ارتبط اللواء أحمد ناصر بالصداقة مع العديد من رؤساء الدول، وتقابل معهم بشكل شخصي، من أبرزهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، السيدة ميشيل أوباما زوجة رئيس الولايات المتحدة الأمريكية السابق باراك أوباما، كما أن له علاقات بالعديد من نجوم الرياضة في جميع الألعاب، خاصة النجوم الساحرة المستديرة الذين لم يكونوا بعيدين عن اللواء أحمد ناصر، حيث تقابل مع الأسطورة البرازيلية بيلي، الفرنسي أرسن فينجر المدير الفني التاريخي لأرسنال الإنجليزي. بخلاف علاقته الطيبة مع أحمد الرئيس الحالي للكاف، كما عمل أحمد ناصر لفترة طويلة في الإعلام، قدم العديد من البرامج ما زالت عالقة في أذهان عشاقه من الجماهير لقيمة ما قدمه واعتماده على المصداقية والموضوعية، بخلاف حضوره القوي على الشاشة الصغيرة. أنا طبعا من عشاق مصر، من عشاق تراب مصر، الرياضة بتجري في دمي، ومن وجودي في خلفيتي من المؤسسة العسكرية إلا أنني اتربيت على الرياضة. الليلة الأهلي يحاور الرجل العسكري والرياضي الفارس أحمد ناصر، رئيس اتحاد الاتحادات الإفريقية، يتحدث عن حبه للنادي الأهلي وقصص تاريخية مثيرة من خلال مشاركته في الدورات الأولمبية، وما هي الخطوات التي يخطوها لمواجهة الفساد الرياضي في القارة السمراء.